يا جدعان عاملين ايه؟ لسه رايح الجيم امبارح، قولي اللي بان عليا ولا لا. المهم ما علينا، فيديو النهارده هيكون على الموبايل، مستنيه بقالي حوالي شهرين، بقالي شهرين عمال انزل فيديوهات كل شويه عن الموبايل ده، اخبار وتسريبات ومش عارف ايه، واخيرا الموبايل تحت ايدي. الموبايل كمواصفات على الورق وكل شويه كنا بنقول اخباره ومواصفاته وبتاع، كان يعني ممكن نديله نوبل على جائزه نوبل على المواصفات بتاعته دي والسعر اللي هو جاي بيها، ولكن بعد بقى ما نجربه ونستخدمه كده ممكن نسحب منه الجائزه دي تاني عادي. قد اكون اخر واحد ينزل مراجعه للموبايل ده، ولكن ان تصل متاخرا خير من عدم الوصول. المهم يلا بينا نخش على طول في المراجعه بتاعت الموبايل ده، عشان زهقت المقدمه الطويله دي. تعال نخش في المراجعه وهوريكم كل حاجه في الموبايل ده، سواء اللي عجبني واللي ما عجبنيش، وكل حاجه هستعرضها معاكم. ويلا بينا نخش في الفيديو. بس في البدايه ما تنساش باقي اللايك بتاعك الجميل، ايوه زي ما لايك دلوقتي حالا، وتشترك في القناه بتاعتي تحت لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد. الباول انا عمر من قناه اوبي تيك، ويلا بينا على المراجعه. طيب لو مسكنا بقى الموبايل ده وبدأنا كده ايه بالتصميم، واول حاجة بتقع عليها عينك اول ما بتمسك الموبايل، الموبايل ده الحقيقة واحد من اشيك الموبايلات اللي ممكن تمسكها بالسعر ده، خصوصا باللون الابيض المصنفر اللي معايا ده. الموبايل شكله رايق بشكل يعني حببك فيه كده، بداية زي ما قلنا من اللون للسمك 7.8 ملم، واللي فعليا مخلي مسكة الموبايل محترمة مع الظهر الزجاجي المصنفر زي ما قلنا، فانسى موضوع التبصيم ده خالص، خصوصا لو ناوي تمشي بالموبايل من غير جراب يعني. مع رصة كاميرات بقى عاملة شبه عيون البوتاجاز كده فوق بعض كده، بس عجباني الحقيقة عشان شكلها جديد يعني ومش زي باقي موبايلات شاومي. عندك هنا ورا 3 كاميرات مع مايك مدفون عامل اكنه كاميرا رابعة كده بشكل خفي يعني عشان ما يبوظوش الشكل الجمالي للموبايل، مع فلاش وتحتيه سنسور الإضاءة اللي هو 360 درجة، مع إطار بقى من البلاستيك واخد اللمعة بتاعت المعدن ولكن لا يزال بلاستيك. وأعتقد السبب في ده إن الموبايل وزنه يفضل 196 جرام، لأن لو كانوا حطوا ظهر معدني فالموبايل أكيد وزنه كان هيعلى عن كده. فالموبايل ما كانش تقيل معايا الصراحه ولا خفيف، معقول يعني. ومن فوق عندك بقى 6 خرام ما شاء الله يعني مصفى، 3 مدفون تحتيهم مايك اضافي ومستشعر الاي ار، والتانيين كسبيكرز اضافي. ومن تحت بقى عندنا اغرب درج شرايح انا شفته في حياتي، وانت بتحط خطين لازم تفضل مثبت بايدك كده. ومن قدام بقى عندك البانش هول صغيره جدا جدا جدا، ودي حاجه حلوه بالمناسبه، بحيث تكون الشاشه ايه قدامك مستحوذه على منظر اكبر من الواجهه الاماميه للموبايل. فبعد ما شرحت لكم بقى التصميم بتاع الموبايل ده، رأيي انا في المجمل اديله يعني ممكن نقول 9 من 10. 9 من 10 اللي يشيل الواحد ده حاجه واحده بس، موضوع مكان البصمه. كان البصمه ده مضايقني جدا 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 جدا، وكان نفسي البصمه دي تكون جوه الشاشه، لان البصمه الجانبيه انا كل ما امسك الموبايل من غير قصد حتى بشوف الساعه او حاجه تطلع الفايبريشن ده بتاع اكني عملت بصمه غلط. طب انا بمسكه بايد ثانيه بحيث عايز اشوف الساعه مش عايز افتحه، فكل شويه الزنه بتاعت الفايبريشن دي ان انا مسكت الموبايل غلط او حطيت ايدي بالغلط على صباع البصمه، كان كل شويه دي بتيجي عليه، خصوصا ان زرار البصمه هنا بارز شويه، فكل شويه كانت بتجيلي الفايبريشن الهزه دي ان انا مسكت الموبايل غلط، فدي كانت حاجه مزعجه جدا. ممكن مع الوقت ابص الاقي يقول لي انت حاولت كذا مره، استنى مش عارف 30 ثانيه، فاللي هو انا ما عملتش حاجه انا ببص على الساعه بس. ولكن في المجمل كشكل وشكل جمالي وماتيريالز وكده، فالموبايل الصراحه ممتاز ومسكته مريحه قوي قوي في الايد، ومفيش اي تعليق سلبي تاني على التصميم. تعال نخش على تاني حاجه ونقلب الموبايل على وشه كده ونشوف الشاشه في الموبايل ده عامله ازاي. يلا بينا. الشاشه في الموبايل ده واحده من اجمل الشاشات برضو في الفئه دي، مش بس بسبب الحجم 6.67 انش، ولكن اولا استحواذ رائع وهو تقريبا 86%، واللي بالمناسبه افضل من النوت 10 برو. بالاضافه لروعه الشاشه ال 120 هرتز الاموليد المستخدمه هنا، الشاشه هنا هتديك الوان خرافيه، كونتراست عالي بقى وديناميك رينج عظمه، بالاضافه للسطوع بيوصل لحد 1300 شمعه، واللي بالمناسبه تحت الشمس او الاضاءه العاليه هتديك اداء محترم اكنك جوه البيت بالظبط. ففعليا في الموبايل ده هتاخد واحده من افضل الشاشات الموجوده في الفئه المتوسطه، شاشه حجمها مثالي من وجهه نظري، ده حجم مثالي كده لمشاهده المحتوى او الفرجه على افلام او يوتيوب او الجيمنج كمان. وكمان في نقطه السطوع تحت الشمس، الشاشه هنا 10 على 10 اضاءه ممتازه تحت اشعه الشمس، اعلى كمان سنه صغيره من نوت 10 برو اللي كان اصلا باهرني في نقطه اضاءته تحت الشمس. هنا عندك اضاءه اعلى، فرقها مش كبير ولكن تظل اعلى من نوت 10 برو، فبالتالي الموبايل ده بيقدم لك واحد من افضل الاجهزه اللي هتشوفها تحت اشعه الشمس. وكمان بقى بجانب انها اموليد زي ما قلنا كل ده، فالشاشه هنا الصراحه 10 على 10 ما شفتش فيها اي مشكله ولا واجهني اي حاجه مش حلوه. الجزء بقى ايه اللي هنتخانق فيه سوا ونتعارك مع بعض كده، نقطه الاداء والمعالج. تعالوا نتكلم على الاداء والمعالج بتوع الموبايل ده. يلا بينا. الاداء والمعالج هنقسم الموضوع ده لحاجتين، جزء الهاردوير وجزء السوفت وير. ده يعني لازم قاعده كده لازم نثبتها في موبايلات شاومي، لازم نفصل ده عندك كده. تعالوا نعرف ليه. لو بدانا بقى بالهاردوير، فانت عندك هنا سناب دراجون 870 معالج فليج شيب بامتياز، معالج بيحقق لك على اختبارات الاداء اكتر من 631 الف نقطه، فانسى اي لاج او تقطيع او دروب فريمز في الالعاب.
وفيديو الالعاب طبعا لو لسه ما شفتوش فيظهر لك في اللاين اللي فوق دي. تخش بقى بعد ما تخلص الفيديو ده الاول للنهايه كده، تخش بقى تشوف فيديو الالعاب وشوف. قعدت العب على الموبايل ساعه تقريبا، لعبت كل الالعاب التقيله. فايه تابع انت، شوف الفيديو انت تعرف كل حاجه، تعرف كل حاجه. وعلى فكره يعني عشان تبقى عارف قبل ما تخش الفيديو، الموبايل بيدعم ببجي لحد الترا اتش دي بس كده. تعالوا نكمل. ذاكره التخزين هنا من نوع يو اف اس 3.1 واللي هتكون طياره في نقل الملفات والتخزين وكده. فالتوليفه دي مع 6 او 8 رام قادرين بامتياز انهم يدوك اداء خرافي، ولكن ده يحتاج لسوفت وير قوي. فخلونا بقى ننتقل لتاني حاجه ونتكلم عن السوفت وير في الموبايل ده. يلا بينا. بصوا بقى، فتحوا لي دماغكم كده معايا في نقطه السوفت وير. معانا هنا اندرويد 11 معاه مي يو اي 12 متركب عليه البوكو لانشر. الموبايل سريع وطياره في التنقل والسكرولينج مع الشاشه ال 120 هرتز، لذيذ وكل حاجه. ولكن لازلت مصمم ان واجهه بوكو او اللي هي شاومي يعني مش افضل واجهه تتعامل معاها من حيث البجز اللي كل شويه بتظهر لك فجاه كده، وبجز اللي هي المشاكل او الحاجات اللي بتطلع لك فجاه كده تعطل التجربه بتاعتك. هقول لكم بس على عيبين حصلوا لي، وفي فيديو العيوب بقى هن ايه يعني هنجمع كل بقى العيوب بتاعت الموبايل كده في ايه في فيديو واحد. ولكن في نقطه السوفت وير هنا في نقطتين حصلوا لي. اول حاجه مشكله الماسنجر، معرفش دي في كل موبايلات شاومي ولا هنا بس، انا عامه معايا موبايل ريلمي فما بيحصلش معايا الكلام ده. هنا لما بفعل البابلز او اللي هي الايه الشات هيد بتاعت الماسنجر، ان انت لما حد يبعت لك رساله تيجي لك فوق صورته وبتاعه الرساله والكلام اللطيف ده، بفعله هنا بيطلع لي الشات هيد اللي هي المفروض اصلا بابل قد بابل يعني حاجه مدوره، تطلع لي بقى مربع ما علينا من الشكل، اشكال شكله خلاص. بدوس على المربع البتاع بيبقى عامل كده قد كده في الشاشه، اجي طب اضيعه يعلق، طب اخش على الشات التاني يعلق، اجي أطلع عايز اطلع منها مفيش، تحصل حاجات غريبه، اخش على الماسنجر طب واسيبني منها خالص تفضل طالعه لي كده مش عايزه تروح، اسكرول او انزل لتحت مش بتروح، فهي حاجه رخمه ولازم اقفلها. طب انت كده حرمتني من الميزه دي يا عم، انا دماغي بقى صغيره وعايزها، ليه مش شغاله هنا؟ انا ما اعرفش، لو حد معاه موبايل شاومي تاني يقول لي يا عم المشكله دي عندنا احنا كمان يقول لي، ولكن هنا في مشكله كده في الماسنجر مع السوفت وير ده، دي مشكله. تاني حاجه بقى كانت بتحصل لي وانا كده قاعد فجاه في امان الله على الفيس مثلا ولا حاجه، ما تفهمش يعني عايز مثلا اعمل لايك، لا ساعات يعمل عادي وساعات لازم ادوس مرتين، ليه مش عارف، عايز اطلع منه يعني انا عارف انت المفروض انا عامل الموبايل اللي هو تبقى الواجهه كامله كده فشايل الزراير من تحت، لما بتيجي المفروض بترجع لورا بتسحب بتعمل سوايب من اليمين كده او تعمل سحبه من اليمين يوم راجع لورا. انا قعدت بقى فتره بعمل كده مفيش، مش بتظهر لي اصلا بتاعت السوايب دي، اعمل كده 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 مفيش اي حاجه. طب اطلع بره على الهوم ماشي بيطلع تمام، افر يمين وشمال افر يمين ما يرضاش يرجع شمال. وبصوا انا لسه عامل فيديو ريكوردنج ومصور يعني فيديو كل الكلام اللي انا عملته ده، وانا بسوايب مثلا من حته وانا بخش مش عارف ايه الحاجات البسيطه دي مصورها لكم كلها فيديو وعرضها لكم في فيديو تاني ان شاء الله منفصل عن ده كده. ولكن مبدئيا السوفت وير انا مش عاجبني السوفت وير هنا، السوفت وير هنا ملون وجميل وكل حاجه، بصوا كمان لما يكون ايه يعني ربنا هديه كده، ولكن غير كده تحس اللي هو متنح مش معايا كده، بحس اللي هو ايه الموبايل اكن بيقول لي ما تفكك مني يا عم سيبني في حالي، اللي هو في ايه يا عم انا عايز بس انا اعمل افر يمين شمال مفيش، الو طب انت معايا مفيش، الموبايل فعلا بيتنح يعني ها كده يمين مفيش، طب مره كمان يجي اللي هو اكنه ايه مش بزغزغه طب يشتغل، ما اعرف ده اللي كان بيحصل لي في السوفت وير. وبس كده خلاص ما اطولش كتير اكتر من كده في نقطه الاداء والسوفت وير، ولكن انا عارف ان انا طولت، ولكن فعلا الموضوع يستحق ان انا اطول لان حاجه اكيد من حقك تعرفها، انا مش جاي ابيع لك الموبايل بعرفك اللي فيها. وتعال نخش بقى النقطه اللي بعد كده وهي نقطه الكاميرات. ونقطه الكاميرات بقى اعمل لكم حركه كده وعايزكم تقولوا لي هل الموضوع ده كويس اكمله بعد كده في كل الفيديوهات ولا لا، هتعرفوا الحركه دي لما نخش على جزء الكاميرات. ولكن يعني قولوا لي بس ما تنسوش قبل ما تخشوا عليها تقولوا لي تحت في الكومنتات هل نعمل كده على طول ولا لا، وبس كده يلا نخش على جزء الكاميرات. نمسك بقى جزء الكاميرات في الموبايل، والحاجه اللي كنت بقول لكم ان انا عاملها ان جزء الكاميرات ده في جزء الكاميرات في الفيديو يعني متصور بالكاميرا بتاعت البوكو اف 3 اهو اللي انت شايفه دلوقتي ده، ده الفيديو اللي طالع من الكاميرا، شلت الموبايل بتاعي اللي بصور بيه وحطيت الموبايل البوكو اف 3. فقولوا لي بقى في التعليقات هل الموضوع ده كويس نعمله على طول، يعني اي موبايل اجي اراجعه او حاجه اثبت الموبايل كده اصور بيه هو بجزء الكاميرات ولا لا، ودي حاجه حلوه ولا وحشه يعني. طيب كده انت شفتني خلاص. المهم بقى نتكلم عن كاميرات الموبايل ده. الموبايل ده جاي بثلاث كاميرات في الظهر مش اربعه، الرابعه دي كان مايك عزل مش كاميرا اساسا. اول كاميرا هو سنسور رئيسي 48 ميجا بكسل، السنسور ده تقريبا هو هو الموجود في الشاومي مي 9 تي اللي كان نازل من سنتين، وهو هو الموجود في البوكو اكس 3 برو مش العادي البرو. فالسنسور ده مش افضل حاجه، وبصوا مش هتكلم كتير واقعد اعيد وازيد، انا هجيب لكم شويه صور، انا مصور صور كتير قوي بالكاميرا دي هعرضها لكم دلوقتي وانتوا تتفرجوا واحكموا بنفسكم على الصور اللي طالعه من الموبايل ده.
الكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل الخاصه بالالترا وايد وكده، وكاميرا اخيره للماكرو. والحاجات دي ما لهاش استخدام قوي، ما اعتقدش في حد بيستخدمها، ولو في حد بيستخدمها يبقى يقول لنا. ولكن تجربه خير دليل. اتفرجوا دلوقتي على شويه صور متصوره بالبوكو اف 3. اما الكاميرا السيلفي فهي 20 ميجا بكسل، فتحت عدسه f2.5 2.5، في الاضاءه العاليه هتديك صور حلوه، اما في الاضاءه المنخفضه مش قوي. وادي برضو عينات من الكاميرا السيلفي بالبوكو اف 3. رأيي بقى النهائي والملخص في كاميرات الموبايل ده، كاميرات الموبايل ده بص اللي هي تقضي الغرض. لو انت واحد جايب موبايل اصلا للالعاب وللسوشيال وبتاع، وبتفتح اخرك تصور صوره صورتين بتاع، مش همك قوي كواليتي الصوره تبقى تحفه ومليانه بقى تفاصيل وبتاع، لا الصوره هنا مقبوله اللي هي عاديه. ولكن لو عايز جوده اعلى، لا الموبايل ده مش هيقدمها لك، لان في موبايلات كتير افضل منه في نقطه الكاميرا وسعر ارخص منه كمان. ففي نقطه الكاميرا الموبايل مقبول يقضي الغرض وكل حاجه، ولكن في موبايلات افضل منه بكتير تقدر تروح تشتريها. بس كده خلصنا كلام على الكاميرا، يلا نخش على الجزء اللي بعد كده. يلا بينا. وخلصنا جزء الكاميرات، تعالوا نتكلم عن الصوت في الموبايل ده. يلا بينا. الموبايل ده جاي لنا طبعا بسماعتين ستيريو، بيطلع صوت هنا ممتاز الصراحه، الصوت هنا ما عنديش فيه اي تعليق سلبي. طبعا الحاجه الوحشه ان انت ما تقدرش تركب سماعه خارجيه لان ما فيش منفذ 3.5 ملي، ولكن يعني لو انت بيفرق معاك الموضوع ده فالموبايل ده ما فيهوش 3.5 ملي ما تشتريهوش. بس هو جاي معاك كونفرتر لو عايز تستخدم الكونفرتر. لكن لو انت مثلا بتشحن الموبايل وعايز تحط سماعات مش هتعرف تعمل الموضوع ده مع بعض، لازم بقى تحط سماعه بلوتوث او حاجه. اما الصوت بقى الخارجي اللي بيطلع من الموبايل ده فالصوت هنا ممتاز الصراحه، ما واجهنيش في اي مشكله. سماعات المكالمات كانت صوتها واضح وعاليه وزي الفل وكل حاجه، واللي حواليك مش بيسمعوا ولا حاجه، لا الموضوع ده تمام، مفيش اي مشكله هنا في نقطه الصوت. تعال نخش بقى ايه على حبه مميزات ثانيه موجوده في الموبايل ده. يلا بينا. نبدا بقى ايه بالبصمه في الموبايل ده. البصمه في الموبايل ده من اسرع ما يكون، بصمه سريعه جدا جدا ومفيش اي تعليق سلبي عليها. بتفتح بصوا في اجزاء من الثانيه، يعني سريعه جدا جدا، باستثناء مكانها اللي مش عاجبني واللي قلت خلاص عنه في نقطه التصميم فمش محتاج اعيد تاني واصدع دماغك. اما الحاجات اللي بعد كده فعندنا في الموبايل ده ان اف سي وعندنا اي ار بلاستر. اما بقى نقطه الشبكات، الشبكات في الموبايل ده سواء بقى كانت شبكات الموبايل الاتصال او شبكات الواي فاي، الاثنين الصراحه ما كانش فيهم اي مشكله، شبكه محترمه معتمد عليها خالص، ما فيش اي مشكله زي المشاكل اللي كنا بنشوفها قبل كده زي البوكس 3 مثلا، لا ما سقطش معايا شبكه خالص، ما حصلش معايا تسقيط شبكه. وفي نقطه الواي فاي ما قطعش مني واي فاي وراجع تاني، لا زي الفل تمام وبص وفل و10. في نقطه الشبكات والواي فاي كتر خيرهم يعني، انا بهزر، الشبكات هنا ممتازه وكايه يعني كتوليفه كده لحد دلوقتي في الحاجات الاضافيه دي الموبايل لا 10 على 10 ما عدا نقطه غياب ال 3.5 مللي. ونخش بقى لاخر حاجه معانا اللي هي اللي قبل الاخيره بقى قبل رايي طبعا، وهي نقطه البطاريه والشحن. تعال نشوف البطاريه بتاعت الموبايل ده قعدت وقت قد ايه معايا وبتشحن في قد ايه والكلام ده كله. يلا بينا. البطاريه والشاحن معانا هنا بطاريه بحجم 4520 ملي امبير اور، بيشحن بقدره 33 واط. البطاريه هنا بتشحن 70% في نص ساعه و100% في حوالي 56 دقيقه. قعدت معايا بقى استخدام قد ايه؟ حوالي 5 ساعات الا 10 دقائق على ال 120 هرتز، وده رقم الحقيقه مش حلو. اما على ال 60 هرتز فحوالي 7 ساعات، يعني رقم مش وحش ولا حلو عادي. والعاب 5 ساعات على 60 هرتز وده كويس برده ما فيهوش اي مشكله. ففي نقطه البطاريه والشاحن، بصوا الشاحن كويس لان البطاريه حجمها مش كبير او مش 5000 زي باقي الموبايلات، ولكن برده مش بتصمد وقت طويل زي برده باقي الموبايلات على 120 هرتز، ما بتكملش 5 ساعات حتى. فانت الاحسن انك هتطفي ال 120 هرتز. طب انت كده خسرت ميزه اضافيه، فايه هتضطر تتعامل انت بالموضوع ده، يا تطفي ال 120 وتاخد وقت اطول شويه كاستخدام، يا اما تفضل على 120 وكل بقى ايه ساعتين ثلاثه كده هتحط الموبايل ايه في الشاحن. ساعتين ثلاثة أربعة أربعة عشان إيه ما نبخسش برضه إيه حق الموبايل، لا الموبايل كويس ولكن ما بيكملش وقت طويل على ال 120 هرتز، أما في 60 هرتز فبرضه قعد معايا مش كتير، يعني هو ما كملش 7 ساعات وده رقم برضه مش عالي قوي، 7 ساعات مش كتير. بقى خلاص أغلب الموبايل دلوقتي بتقعد 8 و9 و10، فسبع ساعات مش كتير، في نقطة صرف الطاقة هنا عالية حبتين برضه عشان المعالج هنا فلاج شيب فبيصرف طاقة أعلى، وإن المفروض برضه يكون موفر، ولكن هو ده اللي فيها، الموبايل ما بيقعدش أكتر من 7 ساعات استخدام على 60 هرتز. وبس كده خلصنا بقى ايه كل المراجعه على الموبايل. تعال نخش على راي النهائي في الموبايل وتجيبه ولا لا وتجيبه امتى والكلام ده كله. يلا بينا. طيب سعر الموبايل ده حوالي 6400 جنيه للنسخه ال 6 128 وهي النسخه اللي معايا هنا. تجيب الموبايل ده ولا لا؟ في طبعا نسخه ثانيه 8 256. المهم تجيب الموبايل ده ولا لا؟
الموبايل ده تجيبه لو انت جايب موبايل عايز للالعاب او مثلا مشاهده المحتوى والكلام ده كله، لان عندك هنا نقاط القوه في الموبايل ده الشاشه والمعالج، الاثنين دول من افضل ما يكون لحد سعر 7000 جنيه و 8000 جنيه. شاشه محترمه جدا، الاداء في الالعاب خرافي، اداء هنا محترم قوي 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 في الالعاب. اما نقطه كمان الصوتيات، صوتيات هنا محترمه جدا جدا والبصمه سريعه وكل حاجه، ولكن زي ما قلت لكم لو انت جايب موبايل للباقي للسوشيال والكلام ده كمعالج وكايه يعني، لو فتحنا كده وبصينا على المكونات الداخليه هتشغل لك بص سوشيال 5 سنين قدام، ولكن مع سوفت وير شاومي اللي محتاج يتظبط مش يعني، بص في موبايلات احسن ممكن تنزل. لو انت استخدامك مفيهوش العاب انزل يا عم روح للرينو 5، روح لسوفت وير تاني غير ده لو انت استخدامك مفيهوش العاب. اما لو في العاب فشاومي لحد دلوقتي هي اللي بتقدم افضل حاجه في نقطه الاداء والالعاب، اداء في الالعاب بالتحديد، فهي افضل حاجه هتلاقيها في الموبايل ده. الموبايل ده معالج محترم قوي 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 870، جبار في الالعاب بمعنى الكلمه، وفي الشاشه زي ما قلنا وكل حاجه، والتصميم كان مختلف قوي الصراحه، انا عاجبني يعني، مبهور بالتصميم بتاعه مع الظهر المصنفر ده. فالموبايل شيك قوي قوي في الايد ورفيع وكل حاجه. ولكن لو انت بقى تصوير ابعد عن الموبايل ده، لو انت عايز تصور الموبايل تصويره يعني على قد، التصوير واحد جايب الموبايل للالعاب فهيلعب وبالكتير وهيصور صوره صورتين. اما لو انت جايب موبايل بتحب تصور كتير وتنزل كل شويه صور على السوشيال وبتاع، فلا ما رشحلكش الكاميرا بتاعت الموبايل ده قوي، في موبايلات افضل وبدائل افضل بكتير. وبس كده، ده كان رايي النهائي في الموبايل. المهم رايك انت، سيب لي رايك في التعليقات تحت، واللي عادي نتناقش عادي في الكومنتات برد عليكم واحد واحد. وبس كده كانت نهايه الفيديو النهارده، ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه بتاعتي من تحت لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا عمر من قناه اوبي تك، وبس كده اشوفكم في فيديو جديد، سلام.